لا نزال نعيش نفحات شهر نوفمبر، فإننا نؤمن أشد الإيمان بأن روح هذا الشهر العظيم وقيمه الوطنية الثابتة والخالدة التي انتصرت بها الثورة التحريرية المجيدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر في أي موقع كانوا، وهي وحدها الكفيلة بشهد وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في بناء وطنهم وتعبيد سبل عزته ونهضته وتوفير أسباب وعوامل نمائه الاقتصادي والاجتماعي. وتلكم غايات عالية المقام تستلزم تحقيقها ضرورة توفير أجواء هادئة يسودها الأمن والاستقرار وراحة البال، وهي الغاية التي يعمل الجيش الوطني الشعبي رفقة كافة الأسلاك الأمنية الأخرى إلى بلوغها عبر مواصلة الجهد المتواصل والمتكامل في سبيل تخليص بلادنا نهائيا من آفات الإرهاب واستيصال جذوره، وهو ما يتطلب مواصلة تجنيد وتوظيف كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة